يا اهلا وسهلا مره ثانيه. الحقيقه حزبه بيرما يعني احنا يعني حتى في الفصل وانا وكابتن عادل بنتكلم على شهر فبراير، وكابتن عادل كمان مش بس شايل هم فبراير ده، شايل هم ما بعد فبراير كمان، لان الحقيقه التزامات وارتباطات كتير جدا عند النادي الاهلي، وكان الله في عون الجهاز والفريق. الحقيقه خايف من ايه؟ يعني المشاركه في البطولات وتتابع الماتشات، وكمان انا يمكن يعني كنت بقول لك لسه الاهلي هيركب الطياره مش هينزل منها في شهر فبراير، يعني هيفضل رايح جاي رايح جاي، والموضوع الحقيقه كان يعني محتاج ترتيبات مختلفه. انت شايل هم ايه في الفتره دي يا كابتن عادل، وايه اللي مفترض انه الجهاز واللعيبه تعمل حسابها عليه في يعني بتستعد ليه للفتره دي؟ الفتره دي محتاجه ترتيب اوراق جيد، بمعنى ان الفتره دي لازم تتقسم على الماتشات اللي فيها فاينل، ماتشات مثلا عندي سوبر افريقي، عندي كاس عالم انديه، محتاج ادي الماتشات فين، مين اللعيبه هتاخد الفتره دي ومين اللعيبه هتاخد الفتره دي، مين اللعيبه اللي هينفع تعمل لها روتيشن ومين اللعيبه اللي لا، لان انت كمان برضو النادي الاهلي هيبقى بيفكر ازاي ما يفقدش نقاط في بطوله الدوري، ان البطوله برضو ما ينفعش تبقى بتغفلها انك انت مركز في بطولتين تانيين فتغفل بطوله الدوري. انا بيتهيألي اعتقد يعني ممكن ما يلعبش، احنا ممكن ما نلعبش دوري في فبراير، وارد ده هيبقى افضل للاهلي، لان هو هيبقى عنده ماتشات افريقيا، عنده ماتشين، عنده بعد كده عنده سوبر افريقي، بعد كده كاس عالم انديه. فاعتقد ممكن وارد ان الامور ما تسمحش بدوري، لان انت كمان مساحات الكورونا في الاوقات محتاجه 48 ساعه لا عملها. وفي سفر وطيران كتير يعني ده حقيقي. يعني ففيها في كده حاجه ممكن تعمل اعاقه للاهلي يلعب في الدوري في الفتره دي، ولكن هنفترض ان الاهلي يلعب في الدوري لازم يكون في لعيبه يتشال لها ماتشات، في لعيبه في ماتشات في الدوري ممكن تخرجها من ماتشات الدوري تدي لعيبه ثانيه، فهو ده اللي الفتره الجايه انت محتاج توصل لماتشات الدوري، بتعمل روتيشن كويس مع اللعيبه عشان تعمل تدوير كويس عشان توصل لاحسن حاجه، عشان برضو وانت ماشي بتفكر في افريقيا وبتفكر في بطوله كاس عالم انديه يبقى في المقابل برضو انت عندك ناس شايله في الدوري بشكل كويس، ناس بتأدي بشكل كويس بما يتناسب مع موقع النادي الاهلي في الدوري. ويتطلب كمان يعني طبعا الشق الخاص بالاجراءات الاحترازيه ده لابد طبعا في الفتره الجايه، ده شيء مش محتاج كلام، الموضوع صعب خلي بالك،